بعدما أتممت إعداده لذيذ وشهي، يمكنكم تقديمه إلى أحبتكم وضيوفكم وفي مناسباتكم السعيدة. منحكم الله الصحة والسعادة وجعل كل أيامكم معنا أفراح ومسرات. متابعي قناتنا الكرام، وقبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب تشجيعا منكم لنا على مجهودنا ولتصلكم جميع فيديوهاتنا أولا بأول، فمعكم تكبر أسرتنا. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذه الحلوى مع الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير: 5 قطع من الجيلاتين، 2 ثمرات من الخوخ كبيرة الحجم، 200 جرام من اللبن الزبادي، 250 جرام من الجبنة تلك التي تستخدم في عمل التراميسيو، و 250 ملل من الماء. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل: نضع القدر الصغير على النار ونضع فيه الماء وننتظره حتى يغلي. في هذه الأثناء سأخذ كاسة، ها هي، وضعت فيها ماء بارد، سأضعه جانبا، وها هي أوراق الجيلاتين. نحتاج في وصفتنا هذه فقط 5 أوراق أو 5 قطع. أضعها في الماء البارد هكذا، كما تلاحظون، على أن يغمرها الماء بأكملها. نتركها في الماء البارد قليلا. ننتظر قليلا حتى يسخن الماء في القدر. وفي هذه الأثناء أخذ حبة الخوخ الأولى، أعمل على تقشيرها هكذا، وها هي بعد ما قشرتها أخذت الحبة الثانية، سأعمل على تقشيرها أيضا. الآن سأعمل على فتح حبات الخوخ ورفع البذرة الكبيرة منها، وبعد ذلك سأعمل على تقطيعها على شكل مكعبات هكذا كما ترون. الخوخ من الفاكهة اللذيذة جدا، ها هي، أضعها جانبا. ها هو الجيلاتين الذي وضعته في الكاسة التي فيها الماء البارد، سأرفعه الآن، أعمل على عصره بهذه الطريقة، وبعد ذلك سأضعه في الماء الساخن وأتركه على النار حتى يذوب معنا تماما. سنحتاج هذه الكاسة للجيلاتين مرة أخرى. نشفتها من الماء، وضعتها جانبا. الآن أعمل على تحريك الجيلاتين هكذا في القدر ليذوب معنا تماما.
وها هو الجيلاتين أصبح سائل معنا. سأضعه في الكاسة الكبيرة هذه هكذا. بعد ذلك سأفتح علبة الجبنة التي نستخدمها عادة لعمل التراميسيو، هي جبنة كريمية. ها هي هكذا يبدو شكلها، وزن هذه العلبة 250 جرام. سأضعها بأكملها هكذا فوق سائل الجيلاتين. بعد ذلك سأعمل على خلط الجيلاتين مع الجبنة الكريمية بهذا الشكل حتى تتجانس معنا تماما. الآن سأضع اللبن الزبادي فوق الجبنة والجيلاتين ونعاود الخلط مرة أخرى هكذا. الآن سأضع ثمار الخوخ المقطع فوق وصفتنا هذه، نحركها يمينا وشمالا لتتوزع قطع الخوخ بداخلها هكذا. الآن وبعدما اكتملت معي سأضعها في أقداح التقديم هكذا. ها هو القدح الثاني. بالتأكيد الكمية تكفي لأكثر من شخصين، ولكن هنا مبدئيا سأضع قدحين فقط. ها هي الأقداح أصبحت جاهزة. الآن لم يتبقى لدينا سوى عملية تزيين الأقداح بالفواكه. هنا لدي علبة فاكهة لثمرة الخوخ، سأحتاج قطعة واحدة فقط. أعمل على تقطيعها على شكل شرائح كما ترون، وبعد ذلك سأضعها في وجه الحلوى هكذا. ولدي توت بري، سأضع في كل قدح قطعة من التوت البري هكذا. وبهذا والآن سأضع أوراق صغيرة من النعناع في وجه الوصفة للزينة.
وبهذا تكون وصفتنا قد أصبحت جاهزة للتقديم بألف صحة وعافية. أترى ما أجمل منظرها وطعمها أيضا لذيذ جدا. جربوها ستعجبكم. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم بوستري دي دورانتو بروبارادا بور لا شيف إيفا، بمعنى حلوى الخوخ عدد الشيف إيفا، قد أصبحت جاهزة. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام وكل من يرى فيديوهاتنا للمرة الأولى، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا. أحبتي، جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.